Jin Sok Bshainikata and Taxation Melchi Sadiq. Ip should some win a mum combinyot some battery or she is Baba Batawad Bhima Es Naf Nambenyotinabis Kobu Savma Saty. Nembenyotinebiscobu Sav.

Στασίτη με τα βοβοσιό, ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Σμαρώ την ζεβίες νεϊόχεν εφράνε με ψωίσεν την ηγόμ, κι έρει εφλόγεσον εκ του κάτα, λόγκαν Άγιον Ευαγγέλιον τον εγνωσμένο. بمخافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين من مزامير ترتي أبينا داود النبي بركاته على جميعنا أمين الذين أنقذهم من أيدي أعدائهم ومن البلدان جميعهم من المشارق والمغارب والشمال والبحر يا الليل يا مبارك الآتي باسم الرب. ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ. لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الكيس الرب عن يمينك يا أبان البطر يرك الباب المعظم الأنبا ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبين الأسقف المكرم الأنبا يقول. الرب يحفظ لنا حياتكما الليلويا. آه مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا ينتظرونه أجمعون وإذا برجل اسمه ييروس قد جاء وكان هذا رئيس المجمع فخر عند قدمي يسوع وسأله أن يدخل بيته لأنه كانت له ابنة وحيدة لها اثنتا عشر سنة وكانت هذه قد أشرفت على الموت وبينما يسوع مقبل كانت الجموع تزحمه وإذ بامرأة بها نزيف دم من منذ إثنتي عشر سنة وقد أنفقت كل معيشتها على الأطباء فلم تقدر أن تشفي تشفى من أحد جاءت من خلف ولمسته ثوبه وللوقت وقف الدم الذي كان يسيل منها فقال يسوع من الذي لمسني فاذا انكر الجمع قال بطرس والذين معه يا معلم الجمع بك محيط وعليك مزدحم فقال يسوع قد لمسني انسان لاني علمت ان قوه قد خرجت مني فلما رات المراه انه لم ينس جاءت مرتعده وخرت تحت قدميه واعترفت امام الشعب كله لايه عله لمسته وكانت برات للوقت فقال لها يا ابن ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام وفيما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا قد ماتت ابنتك فلا تتعب المعلم فلما يسمع يسوع أجابه وقال لا تخف آمن فقط فتخلص وجاء إلى البيت ولم يدع أحد يدخل معه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها وكان الجميع يبكون عليها وينتحبون فقال لا تبكون فإن الصبية لم تمت بل هي نائمة فضحكوا منه عالمين أنها قد ماتت فأخرج الجميع وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبي يا قومي فعادت روحها إليها وقامت لوقتها فأمر أن تعطى لتأكل فبهت والداها أما هو فأوصاهما ألا يقولا لأحد عما جرى والمجد لله دائما